بار 2 من بار 3 هو الاكسلريشن لفري فولينج باكيت فنس. شو هو الباكيت فنس؟ هذا يعتبر يسمى باكيت فنس، هو قطع بلاستيك فيها مناطق مظللة ومناطق شفافة والمسافة معرفة. هاد بيجي مع السوفت وير ومنعرف خلال السوفت وير قديش المسافة بين كل بلاك وبلاك عشان يعرف يقيس. هاد بشو رح امرره؟ شو رح استخدم سنسور؟ رح استخدم فوتو جيت سنسور. هذا الفوتو جيت سنسور هاد بعبر عن انه في هون ضوء بضل مضوي، طالما انه انا بمرر ايدي فانا بقطع الضوء بياخد داتا. هيك حيصير بالباكت فنس، لما تكون منطقة شفافة ما رح يعطي، لما تمر المغلقة بيعطي ضوء والشفافة ما بيعطي، الغامقة بيعطي داتا. اوكي، نعرف ان منا جراف اول اشي، والسنسور اللي نستخدمه هو فوتو جيت سنسور من البارت اللي قبل بلغي الموشن سنسور. اوكي، والفوتو جيت هي معرف على شانل 1. اوكي، نيجي عشان ال1 نختار فوتو جيت. في بيطلع لنا ايكون جديده اسمها تايمر سيت اب، بختارها وببلش اعرف. هاي تايمر، هاي فوتو جيت عشان ال1 بس هو الموصول. بعدين شو بدي اقيس منها؟ هاي ال1 فوتو جيت ولا التايمر الباكت فنس. هاي اوكي، شو بدي اقيس؟ بدي اقيس هل بلاك ايفنت والاكسلريشن والسبيد والبوزيشن. انا بهمني اكثر شيء السبيد. نيكست. اوكي، هاي المسافه بين كل اسود واسود. نيكست، اسمه الباكت فنس وفينش. هيك تعرف عندي، لما اعرفه تبلش تظهر الاوبشن عندي من السلكت ميجرمنت، راح اختار سبيد. هو باي ديفولت بحط الاكس اكسس تايم. هلا بسقط الباكت فنس بطريقة عمودية على الفوتو جيت وبعمل ريكورد. تطلع عنا الرسمة، طبعا هون نقاط قليلة بناء على عدد المناطق السود الموجودة على الباكت فنس. بدي اخذ لها لينير فيت، والسلوب هو بيعبر عن الجي. هيك احنا صرنا موجودين الجي بطريقتين، اول شيء لما رمينا الكره، وثاني مره لما رمينا الباكت فنس. طبعا هون هاي قيمه الام اللي هي تعبر عن جي، بوجد بعديه بكتب انه جي تساوي كذا، وبوجد البرسنتج ايرور بينها وبين الثيوريتيكال فاليو. بعدين بدي احط اسباب ال اكسبيرمنتال ايرور ما طلعت معي 9.81 ليش. اول شيء طبعا بنلاحظ الباكت فنس كتير خفيف، يعني الـ Air Resistance برضو بتأثر عليه. بعدين إحنا عم نقيس Velocity بناء على موقع المناطق السود، فإذا كانت مايل لما مرت من عند الفوتو جيت هذا برضو بيعطيني Error، لازم لما تسقط تكون Perpendicular. هذا الـ Main Source of Error لما نستخدمها بهذا البارت من التجربة. بعديها ممكن إنه أخذنا السلوب غلط، ممكن الفوتو جيت يكون غلط. بدي تحطولي two main source of experimental error.